ازيكم يا اخواتي؟ عاملين لنا دلوقتي هنعمل ردة فعل على فري ستايل تونسي من قناة راديو اي اف ام. اسم الفري ستايل الفيلسوف، واللي عامل الفري ستايل بوسايكو ام. فحاسس ان هو هيبقى فري ستايل جامد، يعني بشوف الفري ستايل بحس ان هم بيطلعوا ابداع جامد. فلو بصيت على الفري ستايل اللي انا عامل عليه رد فعل بحس ان في طاقه جامده، وبحب تونس بسبب الافعال والفري ستايل والقناه الراديو ديت حلوه. فنفسي والله بجد تكون عندنا في مصر نفس التفاعل ونفس الاهتمام بالراب اللي في تونس دوت، يعني يكون عندنا نصه في مصر حتى. فتعال نعمل رد فعل على الفري ستايل ده وهو صغير، فيا ريت تتابعوا معايا للاخر عشان لو في حاجه سقطت مني او كده تقفوا في ظهري وتقولي لي معناها او كده، عشان حاسس ان هو هيبقى فري ستايل نار 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 نار. ويا ريت اللي يكون قايل لي على الفري ستايل ان انا عامله على رد فعل يكون مبسوط دلوقتي ويكون بيتفرج عليا. فلو ما كنتش اشترك في القناه اشترك وفعل الجرس وسيب لايك للفيديو، وقول لي تراك او فري ستايل او بيف عايز نعملك عليه رد فعل، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتسيب لايك للفيديو. طولت عليكم معلش، بس يلا بقى نسمع التراك عشان هو فري ستايل جامد. يلا بسرعه. دي في شغل ادك في اندال، في باب عالدايرة عامله بغربال، اطبق يوم اتنين ده احتمال، انزل وسط الناس هتشاف، الراس بقت سدوكو، كلامي اتغطى بدوكو، احلامي ماتت فعليا مش هتهون، وبلاش اقول من جوه جوه في سواق. Carry on with the freestyle. 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 Fire. Hey, yo, damn. Hey, yo, damn. Fuck your hater. Fuck your hater. Fuck a system. Cookie dot teacher, Mr. Psycho M. كريم كوك الدخله بتاعته الرايقه، اللي هو بيخش بيعمل مقدمه جامده، وانا مبسوط ان هو اشترك في القناه بتاعتي وفرحان جامد. فبحب اشكره واقول له شكرا على السبورت الجامد دوت. انا فرحان جامد جامد، وانا شيرت لك او منشنتك في ستوري على الانستجرام، بس مش مشكله انك ما ردتش، بس اهم حاجه انك شفتها وعرفت ان انا فرحان. فلو انت بتتفرج عليا دلوقتي انا بشكرك جامد على السبورت اللي انت اديته لي. وكوكي ده يا جدعان بيعمل مقدمه جامده جامده، فهو يعني كان رابر قديم، يعني اللي انا عرفت ان هو كان رابر تونسي قديم جامد، وهو يعني اللي اخترع الفري ستايل للشباب ان هم يتجمعوا يعملوا فري ستايل وكده. يعني كان على الشانل بتاعته فيديوهات من دي بقى، اللي هو كلايد بي بي جي والرجاله دي كلها. فاتمنى يكون بيتفرج عليها دلوقتي وفرحان، يعني انا فرحان جامد ان انت اشتركت في القناه، ويعني السبورت الروعه منك دوت. فتعالوا نشوف الفري ستايل والمقدمه اللي هو عاملها للراجل اللي معانا. اي كي اي ذا فيلوسوفر ذا جيمر ذا اكتر The TV presenter, the rapper, Mike in the center, Melish Kunikenta, and Arjel with us. Ashes to ashes and dust to dust, rapper freestyle. حلو البيت، البيت اولد سكول جامد روعه، وبيت بطيء جدا، الفلو بتاع البيت بطيء، او يعني هيأدي عليه كويس. فتعالوا نسمع ردة الفعل دي، تعالوا نسمع الفري ستايل دوت. عفيف يا حاج ماليش غني الراب باش يعطيوني ديسكو دوغ، ولا يقولوا بسيكو ام في الراب انت لو بلي فوغ. انا مانيش غني راب نستنى في التصفيق، نعرف باللي الشهرة حلم يجيك نهار من هاو تفيق، وكي تفيق ما تلقى عندك اوكين ايدونتيتي، ما تفرقش بين الميراج لا رياليتي، لي بونسي نتاعك ليميتي. حلو حلو الفري ستايل، والفلو بتاعه سريع شويه على البيت كويس. وبقول لك يعني انا ما ماليش، يعني انا ما بحبش اراب، بس انتوا بتخلوني اراب، فشوفوا بقى اللي انا هديه لكم واللي هيحصل لكم عشان انا هخرب الكلام. فتعالوا نكمل نشوف الراجل المحترم ده هيقول ايه تاني. ياول مخدعك محدود بار اكزامبل، خدم مخك فيما قبل الوجود، في الغيب في الخلود، في الروح في الماورائيات، الضو يضيع عليك الحق وينغمس في الشبهات. نحكي لك كيما كاين ذكر فيك لكن نسيت، الانسان قد ما يوصل به العلم يبقى بسيط، قد ما يطلع يطور ديما تلقى في عيوب، عطيتك الواقع. بيقول لك الانسان مهما يطول، يعني مهما يطول في مهامته او يعلى في العلم بتاعه او كده، هيفضل انسان وهيفضل وضعه تحت. يعني هو كل حاجه لها مكانتها المعينه، مهما عملت ومهما خليت انت مكانتك كده فهتفضل هنا. حلو نكمل. باش نعطيك المطلوب ما تعملش على مخك، مخك ماهوش ديما صحيح، مخك كيما ورق الخريف اللي يطيرها الريح، بارف وهزك للحق ساعات للانحراف، وكان هزك للانحراف هذاك مناش نخاف، تكثر الشبهات عليك وتزيد تحير، في الدنيا ما يعود عندك حتى دور وتاثير، ما يعود عندك حتى راي حتى قيمه حتى فايده، الوغ بلاستيك في الدنيا تولي زايد. مسك اللي قدامه مسكه وجلد جلد على عمال يجلد فيه جلد، بيقول له انت مالكش راي، انت ما تسواش حاجه، انت بتبقى موجود معانا مالكش اي كلمه، ما فيش حد بيتاثر بيك، يعني انت مالكش لازمه. فهو يعني الراجل ده الفيلسوف او البسايكو ام يعني داخل دخله غشيمه جامد. ده العقل وحده ما يكفيش، لازمك مع الثوابت، لازمك الحكمه باش على الحق تبقى ثابت، ونعرف لي بكلامي كي جو با شونجي لو موند، هذاك علاش مانيش غني الراب باش نعود لي جوند، ولا يقولوا يخرج دي زالبوم كيف لي بوم، خاطر غدوه ماني هذا معايا شي دون لا تومب، انا جوست عبد من عباد الرحمن، نقول في كلام رزين معبي الكلوب بيان، انا مانيش حد.
هو انا بقول لك انا عبد ربنا، فهقول كلام كويس، مش هشتم، مش هعمل، عشان انا يعني ما ينفعش اغضب ربنا. كويس، انا نفسي يا جدعان والله يكون نفس النظام ده عندنا في مصر، هتشوفوا ابداع ابداع ابداع. نفسي يكون فيه قناة مخصصة للفري ستايل الشباب، وبتدعم الشباب وكده. فأحلى حاجة في تونس عجبتني هي دي، يا ريت تكملوا معايا الفري ستايل للآخر، عشان لو حاجة سقطت مني تسيبوا لي في الكومنتات، وسيبوا لي رد، يعني فري ستايل أعملك عليه ردة فعل، حاجات تخلي الواحد يهد الدنيا زي دي كده. نكمل. كبير أنا حقير أمام الله، نتمنى أكون عبد صحيح والحق ديما معاه. ليكزيستونس تاع لونيفير فريمون تحير، واللي المخ مهما يكبر بيه العلم يبقى صغير. أينشتاين غلط في سو موديل كوسمولوجيك، كونت إلا بروبوز الموديل دونيفير ستاتيك. Où il suppose l'existence d'une force de repulsion qui compenserait la force de gravitation. Tellement tahir qui m'a coûté cette affaire. Dans la team modèle, t'as l'univers, t'as su. دانيل لا لا، للغة تانية وعادي، انت ما حسيتش دخل عادي وكأنه بيتكلم باللغة التونسية. روعة روعة يا اسطى، يعني انت متخيل ان هو نيل، انت خدت بالك ان هو نيل لغة تانية؟ متخيل؟ نار لي صابون كل حار وكل واحد عطى فيزيون، حتى اللي طلعت لا تيوري نتاع الاكسبلوزيون. البيج بانج وتحدد نمبر وان في لاليست، يقبلوها لا ماجوريتي دي كوسمولوجيست. ليستوار تقول لك لونيفير سخيني اليا انفيرون 15 مليار داني. لاشرني العباره كانت كاع بين لي بارتيكول دو لا ماتيير ايدونتي ماتيير. جات لا ليسونس نتاع لي جالاكسي لي بلانيت لي زيرت فيفون. كيف هكا الدنيا دي مارات وهكا لح عليا النعمه يا جدعان. انت لو واحد ما بتفهمش اللغه التونسيه او مش فاهم معنى الكلام، كفايه البيت وكفايه الفلول اللي هو بيأدي بيه بس، يعني دول يكيفوا دماغك، دول يخلوا دماغك مظبوط، يعني يخلوا دماغك مظبوط، يعني كفايه بس الفلول اللي هو بيأدي بيه بسايكو. ايه بنكمل كي وفات هوني في اي اف ام، من غادي عافي في ميكسي هوني كوكي بسيكو ام. يا 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 ورا بسيكو ام خويا، انت خويا ولد الدار، هذا تعرف الشيء هذا. بسيكو ام فري ستايل، مخك يقف على الاخ. فري ستايل اينشتاين، فري ستايل نمبر 1، وات يو وونت نيجا. نعم حلو حلو، اللي يعني اللي هو بيتكلم عنه هم بيقول له ده والد الدار، يعني كريم بيقول له ان ده والد الدار، ان بسايكو والد الدار يعني اخويا او كده، عشان بسايكو اداله ريسبكت في الاخر. فيعني هم زاروا اصلا، هم زمايل يعني، زمايل جامد او كده من طريقه تصرفاتهم مع بعض. نكمل. كويس غير هو في الالبوم الجديد اللي اسمه فيوجن. خليك فوكس on fuck the hocus pocus. ده دعايه يا جدعان، ده هنا بيعمل له دعايه عن ان في البوم، يعني بيقول ان في بوسايكو ام هينزل البوم قريب، فخليك خليكم مركزين ومركزين وعاملين فوكس على الموضوع عشان تهتموا بالموضوع. فكده خلاص وصلنا لاخر رده الفعل، والفلوس ده الفاجر. فلو ما كنتش اشتركت في القناه اشترك، ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس، لو ما كنتش عملت لايك اعمل لايك، لو ما كنتش شاركت الفيديو مع كل اهلك وزمايلك المهتمين شارك الفيديو. واتمنى اللي كان ايه اللي عامل له رده فعل على الفري ستايل ده يكون فرحان، وانا فرحان اكتر ما انت فرحان، عشان انا عملت حاجه تفرح ابن عيلتي. شوف اشوفكم على خير يا عيلتي، سلام.